يقول: بما يكون الكفر الأكبر أو الردة، هل هو خاص بالاعتقاد والجحود والتكذيب أم هو أعم من ذلك؟ الكفر والشرك، الشرك يحصل بدعوة غير الله، دعاء غير الله، والذبح لغير الله، النذر لغير الله، صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، هذا هو الشرك الأكبر مخرج من الملة. والكفر يكون بفعل ناقض من نواقض الإسلام، ونواقض الإسلام معروفة وفيها مؤلفات مختصرة ومطولة، فمن ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام فقد كفر. ويكون تكون الردة بالقول، وتكون الردة بالفعل كالذبح لغير الله ودعاء غير الله، وتكون الردة بالقلب، وذلك بالشك، أن يشك في قلبه في صدق الرسول صلى الله عليه وسلم أو في شيء من أمور من أصول الإيمان، إذا شك إنه يرتد بهذا. فكيف إذا تيقن أو اعتقد بطلان قول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فهذا أشد. فالردة تحصل إما بالقول وإما بالفعل وإما بالاعتقاد وإما بالشك تردد. نعم.